بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة الموبايل كوميونيكيشن. طبعا كنا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على التشانلز الخاصة بالتو جي او جي اس ام. المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها ازاي او النقاط الهامة للتحول من التو جي للثري جي. وكنا بدأنا في جزء من الشرح في هذه الجزئية المرة اللي فاتت، فهنستكمل برضو ان انا ايه اللي بعمله، يعني ان انا ايه اللي خلاني ان انا افكر في الثري جي يعني التو جي. هل في مشاكل؟ هل انه في مشكلة معينة اضطرتني ان انا للثري جي؟ طبعا من اشهر المشاكل السرعة، زي ما احنا قلنا قبل كده، اللي هي سرعة نقل الداتا كانت مش السرعة العالية او السرعة المطلوبة، لان مع تطور العصر بتلاقي نفسك انك انت بتحتاج سرعات عالية. فده اللي خلاني ان انا نحاول ان نتحول من ال 2 جي لل 3 جي او نقترب من ال 3 جي. طبعا عشان اتحول من 2 جي لل 3 جي دي مش بتتم مره واحده، لازم بيبقى في نوع من انواع الايه، ان انت بيبقى في تطورات مختلفه لحد ما اوصل لايه فعليا لل 3 جي. فده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في المحاضره النهارده. فالستيبس او الطرق لان انا اصل لل 3 جي، والكلام ده قلناه المره اللي فاتت مفيش مانع ان احنا بنراجعه، هي اول حاجه كانت الاتش اس سي اس دي، اللي هي اختصار لهاي سبيد سيركت سويتش داتا، ان هما بيسرعوا الداتا بتاعتهم، يعني بيعمل زياده او تسريع للداتا ريت، تمام، عن طريق الهاي سبيد سيركت سويتش ايه داتا. الحاجه الثانيه الجي بي ار اس، يعني في الحاجه الثانيه او التطور الثاني اللي هو الجي بي ار اس. طبعا دي اختصارات زي جي اس ام، ففي الجينريشنز اللي قبل ال 3 جي، ده كله ما قبل ال 3 جي. ففي حاجه اسمها جي بي ار اس اللي هي اسمها جنرال باكيت راديو سيرفيس. طبعا من المسميات الاولانيه سيركت سويتش والثانيه باكيت، يعني معتمده على الباكيت ودي معتمده على السيركت، يعني السيركت سويتش ودي معتمده على الباكيت، وهنقول الفرق بينهم، واحنا ذكرناه المره اللي فاتت هنقوله تاني. وفي بعد كده ظهر بعد جي بي ار اس الايدج، اللي هو اسمه الانهانسد تحسين في الداتا ريت لجي اس ام ايفولوشن، يعني بيحسن في الداتا ايه، في الداتا ريت، في عدد الايه البيتس بير سكند. وبعد كده بيصل الى اليو ام تي اس اللي هي بدايات ال 3 جي. فهو بيوري لك هذا التطور كده في شكل جراف. عندي هنا الجي اس ام في الداتا سبيد، زي ما انت شايفين كده الجي اس ام السبيد او السرعه بتاعت نقل الداتا قليله جدا. ال اتش اس سي اس دي اللي ظهرت بعدها السرعه اعلى، الجي بي ار اس اعلى، الايدج اعلى بكتير قوي، يعني السرعه زادت جدا، كادت ان احنا نوصل الى الجنريشنز اللي هو ال 3 جي اللي هي بظهور اليو ام تي اس. طيب بنقول كلمه كده على كل واحده منهم، يعني البدايه من الهاي سبيد سيركت سويتش داتا، يمكن دي ما حدش سمع عنها قوي، يعني الجي بي ار اس في ناس سمعت عنها، لكن يمكن الهاي سبيد سيركت سويتش الداتا لانها كانت ظهرت فتره صغيره جدا. فهي كانت الايه، هي طبعا النكست ستيب، الخطوه القادمه اللي بعد على طول الجي اس ام، السرعه اعلى، هاي سبيد اكسس تو داتا سيرفيسز، يعني السبيد او السرعه بتاعتها اعلى من سرعه نقل الداتا، اعلى من سرعه نقل الداتا في جي اس ام، بتستخدم السيركت سويتشت كونكشن. طبعا هنا التكنولوجي بتستخدم حاجه جديده اسمها التشانل كودنج سكيم، يعني التشانل كودنج بتاعنا بيستخدم طريقه معينه بتحسن في الداتا ريت، بتوصله ل 14.4 كيلو بيتس بير سكند، يعني اعلى من الداتا ريت بتاعت مين؟ بتاعت الجي اس اي. طبعا الامكانيه ان انت تكومباين تايم سلوتس، يعني تخلط مجموعه من التايم سلوتس، فده بيتيح ان عندي البيت ريت بيزوده من 14.4 من 10 ل 57.6 من 10. بستخدم ديفرنت داتا ريت، الداتا ريت بتبقى في داتا ريت مختلفه مش ثابته، هي في سواء في الاب لينك او في الداون لينك دايركشن. طبعا العيوب بتاعتها ان عدد اليوزر قليلين، مش بقدر ازود في عدد اليوزر، بالاضافه ان الداتا ريت اللي انا زودتها مش زياده كبيره، فبتعتبر لو داتا ريت. يبقى ده بس الكلام على الاتش اس
CSD اللي هي الهاي سبيد سيركت سويتشد داتا. بعد كده ظهر الجي بي ار اس والايج. خلاص الجي بي ار اس وصلت في الداتا ريت، طبعا في الجي اس ام كانت 9.6 كيلو بتس بير سكند، لما اتطورت زي ما ذكرنا في الاتش اس سي اس دي ل 14.4 يعني الزياده مش كبيره، 14.4 تقريبا زادت 5 كيلو بتس بير سكند، يعني زياده صغيره قوي. تعال بص بقى الجي بي ار اس، البيت ريت او نقل سرعه نقل البيانات بقت 171.2 كيلو بتس بير سكند، فاعلى بكتير، يعني بدات دي كده زياده قوي في نقل الداتا. بعد كده وصلنا هنا في الايج ل 584 كيلو بتس بير سكند، وهنعرف ان طبعا في 3 جي هيبقى اسرع من كده كمان. يبقى طبعا هنا بدانا السرعات ايه تزيد. ناخد بالنا ان جي اس ام اسمه اللي هو 2 جي الجيل الثاني، الجي بي ار اس قبل ال 3 جي فقالوا عليه ايه 2.5، يعني 2.5 اللي هي قبل الثلاثه، يعني عشان برضو نبقى ايه فاهمين، يعني دي الجيل ال 2.5. في الجيل بقى اللي هو اللي ايه ال 2.75 او يعني 3.25 اللي هو الايدج، ده يعني اقترابا لان هو الايدج ظهر بعد جي بي ار اس، فهم ماشيينها بالتسلسل كده خلاص. فكل ده قبل اللي هو ال 3 جي. طيب ايه الجي بي ار دكتور، اس؟ نعم يعني ايه الجي بي ار اس والنوت ستاند الون سيستم؟ نعم الجي بي ار اس والايدج ار نوت ستاند الون سيستم، يعني ان هم مش بيبقوا يعني مش لوحديهم، يعني المفروض ان الجي بي ار اس ديت بتكون تكنيك لوحده والايج ديت تكنيك تاني لوحده، مش هما الاثنين مع بعض، يعني مش هما الاثنين، يعني الجي بي ار اس والايج دول مش سيستم لوحدي، ده سيستم وده سيستم، نوت ستاند الون سيستم. ماشي. الجي بي ار اس بتعتبر اللي هي الجيل اللي هو 2.5 اللي هو يعتبر اللي هو جنرال باكيت راديو سيرفيس، اللي هو جنرال باكيت راديو سيرفيس. فانترودكشن ليه هو طبعا بيبدا يسمح للباكيت سويتشد بسايد السيركت سويتش، يعني في باكيت سويتش بجانب السيركت سويتش. النظام اللي هو اللي كان الاتش اللي هو احنا قلناه اللي هو الهاي سبيد سيركت سويتش الداتا ده كان بيعتمد على السيركت سويتش، انما النظام بتاع الجي بي ار اس ده بيعتمد على الباكيت سويتش، هو امتداد للجي اس ام، وطبعا مين ستيب ان انت توصل ل 3 جي. طبعا هنا ما المفروض ان الجي بي ار اس دوت الداتا ريت بتاعته بتعتمد على كودنج سكيم سي اس 1 لحد سي اس 4، يعني مجموعه من الكودنج سكيم. يعني ايه؟ احنا قلنا ان الداتا ريت بتاعتنا مش بتبقى ثابته، هنا بتبقى الداتا ريت بتاعتنا متغيره، فبناء عليها يعني حوالي الافريج بتاعها او الماكسيمم داتا ريت في الموضوع بيصل الى 171.2 كيلو بيتس بير سكند. خلاص. طبعا السلكتد كودنج سكيم بيعتمد على الكواليتي اوف سيرفيس، يعني السلكتد بيعتمد طبعا انت بتختار الكودنج سكيم على اساس ايه؟ على اساس الخدمه، جوده الخدمه اللي انت عايزها، يعني في خدمه محتاجه سرعه معينه فانت بتختار الكودنج حسب هذه السرعه. انت معاك كام كودنج سكيم؟ 4 كودنج سكيم، كودنج سكيم 1 و2 و3 و4، فانا بختار على اساس ايه؟ حسب الجوده اللي انا عايزها، حقق لي جوده بسرعه معينه اشتغل على هذه السرعه طالما محقق لي كواليتي اوف سيرفيسز اللي انا ايه اللي انا عايز. هنا بيعمل لك مقارنه ما بين السيركت سويتشد والباكيت سويتش، اللي هم ايه الكوميونيكيشنز في السيركت سويتش بيبقى ايه المفروض انه بيعتمد على ان انا بخصص الباص بتاعي اللي ما بين السورس والديستنيشن، بيبقى مخصص. فطبعا دي مشكله كبيره. ليه؟ لان انا لو عندي كل كول انت مخصص له تشانل، فبالتالي هيجي في وقت يجي تبقى كل التشانلز مالها مشغوله، تيجي عايز مثلا تجري مكالمه تضطر انك انت تستنى لما ايه حاجه تفضى، فدي مش حلوه. انما الباكيت سويتش فكرتها مبنيه على اساس ايه؟ انك شغال ديجيتال، يعني الداتا متقسمه لمجموعه من الباكيتس، فبالتالي اي تشانل ماشي فيها ايه؟ ماشي فيها مجموعة من الايه؟ من الباكتس. فالمجموعة من الباكتس دي بتسمح ان مجموعات، يعني مش لازم باكت واحدة اللي تمشي في المسار، لا ممكن باكت تبع مكالمة تانية تبقى ماشية، باكت تالتة،
فبالتالي موضوع الديديكيتد ان انا مخصص مسار معين ما بين السورس والديستنيشن دي لا مش موجود عندي في الباكت سويتش، لان الباكت معتمد الاساس بتاعه ان انا بقسم الداتا لمجموعه من الباكت، والسماحيه ان انا اقسمها لمجموعه من الباكت ده جاي من النظام ديجيتال، ما ينفعش في النظام الانالوج زي السيركت. السيركت سويتش مبني على الانالوج، لكن الباكت سويتش مبني على الديجيتال، فالديجيتال مسموح لك انك تقسم الداتا بتاعتك. زي دلوقتي الملفات بتاعتنا، الملفات الرقميه بيقولوا عليها، اي ملفات حضرتك حاططها على الفلاشه، الفلاش ميموري، بتبقى في صوره ديجيتال، صوره رقميه. لذلك يقول لك النسخه الرقميه، انت بتبقى النسخه الرقميه دي اللي متخزنه عندك على الفلاشه او على الدي في دي، وات ايفر انت مخزنها على ايه. فلما بتيجي الملف ده تقدر انك انت تقسمه زي ملف. في بقى طبعا برامج بتعمل كده، ايه اللي مكنك، لان هو يعتبر ايه، ديجيتال، نظام الديجيتال بيمكن ان انا اقسم، وتقدر تعمل كمان ايه، كومبريشن، تقدر انك تضغط لان هو ديجيتال. انما في الانالوج الخواص دي كلها بتبقى فيها صعوبه. فطبعا الباكت سويتش بيبقى كل المزايا دي مستمتع بيها بما ان هو شغال على نظام الديجيتال. فيعني بقسم لباكتس، فموضوع ان في ديديكيتد باص دي اتلغى بالنسبه لي. طب الجي بي ار اس دي بتسمح للباكت سويتش زي ما قلنا بسايد سيفت سويتش، الكلام ده اللي احنا لسه ايه ذاكرينه. هنا بقى بيقول لك الكود سكيم، احنا قلنا ان في عندنا 4 كود سكيم. طبعا كود سكيم 1 وكود سكيم 2 و3 و4 مدي لك الداتا ريت بتاعتهم، يعني الداتا ريت بتاعتي اللي هي اليوزر داتا ريت بير تايم سلوت لكل تايم سلوت. فمدي لي هنا سرعه 9 و13 و15 وشويه، 21 و4 من 10 كيلو بتس بير سكند. طب بالنسبه لي لما تكون السرعه ديت قليله، فبيبقى بالنسبه لي الايرور كوركشن عشان اصحح الغلط بيبقى هاي، عالي عشان تصحح الغلط. انما داتا ريت زي 13 و4 من 10 الايرور كوركشن ميديوم، متوسط. هنا لما تكون السرعه اسرع 15.6 كيلو بيتس بير سكند بتبقى الايرور كوركشن لو. هي دي طبعا الايرور كوركشن اللي هي بتتم عن طريق التشانل كودنج بناء على الداتا ريت اللي مبعوته. فبتكون بتشوف الداتا ريت بتاعتها، لو الداتا ريت قليله بيبقى الايرور كوركشن بتبقى اعلى. فالماكسيمم ثروبوت ويذ 8 تايم سلوتس، يعني ايه اقصى استفاده انت بتستفيدها مع على ال 8 تايم سلوت تقريبا. هنا اقصى استفاده هو 9، لما يبقوا 8 تايم سلوت تقريبا 9 في 8 ب 72 وشويه، فدي اقصى استفاده انت بتقدر تستفيدها لل 8 تايم سلوت بتوعك. هنا لو 13 و4 هنا ان عندي 8 تايم سلوت، يبقى اقصى استفاده ثروبوت يعني الانتاجيه او الاستفاده اللي انت بتستفيدها. فانا عندي 8 تايم سلوت يبقى 13 حوالي في 8، ان انا استفادوا كلهم، كل التايم سلوت استفادت بالسرعه دي. فتلاقي ان انا وصلنا في الكود سكيم رقم 4 ل 171 و2 من 10 كيلو بيتس بير سكند، اللي هي اقصى سرعه او اقصى داتا ريت تقدر انك انت تستفيد بيها. طبعا تعتبر داتا ريت يعني الى حد ما مقبوله بالنسبه للجي اس ام اللي كانت الداتا ريت بتاعته صغيره جدا. فهنا حسينا في الداتا ريت. بقى في دلوقتي نيو ابلكيشنز هاي جريد اوف سيرفيس. دلوقتي لما تيجي تنقل بيانات، عايز تنقل ملف، عايز تنقل حاجه مقصوره، فيديو شافي، بدات انك انت في امكانيه لكده، مع طبعا البطء لان هيبقى العمليه بطيئه لو بتنقل كل الملفات، ما تبقى كبيره هيبقى في بطء شويه، بس بقيت في استطاعه لكده. لكن في جي اس ام كانت العمليه يعني ايه، فيها عجز كبير قوي انك انت تنقل داتا كبيره متمثله في ملف كبير او حاجه زي كده. طبعا احنا قلنا ان انا مش شرط ان انا في شبكه جي اس ام مثلا، المفروض انها مش ديبند بس على مكالمات. افرض ان انا عايز انقل لحد ايه، داتا معينه، فالداتا دي لما باجي انقلها له بيانات، عايز انقل له حاجه معينه. طبعا هي كانت فيها صعوبه شديده، لازم الملف يبقى صغير بشكل كبير عشان انا لما اجي عايز انقله اقدر انقله بالداتا ريت اللي ايه، بالسرعه القليله اللي ايه، اللي مستمتع بيها الجي اس ام. هنا بقى بدات العمليه الابلكيشنز تتطور اكتر، هاير جريد اوف سيرفيس. طبعا في اوبورتيونيتي، فرصه للماركت ديفرنشيشن. طبعا بقت في فرصه
لعمليه التسويق للمنتجات المختلفه الخاصه بالجي بي ار اس بقت مفتوحه شويه عن قبل كده. يبقى هنا الهاير داتا ريت، وبالتالي في انكريزد للثروبوت، انكريزد للاستفاده بالداتا ريت اللي موجوده عندي. طيب فعشان نحسن من جي اس ام للجي بي ار اس، انا عايز احسن من شبكه الجي اس ام للجي بي ار اس. قال لك التحسين كان في البي اس اس اللي هو بيتمثل في المحطه اللي كانت موجوده في الجي اس ام، عملوا ابجريد للسوفت وير، يعني في جزء هاردوير وفي جزء سوفت وير. السوفت وير عملوا له ابجريد والهاردوير برضو عملوا له ابجريد. ابجريد ان هم اضافوا له موديول زياده اللي هو اسمه البي سي يو، هنتكلم عنه. خلاص يبقى بالنسبه ليه الاختلاف، يعني جي اس ام نتورك هي زي الجي بي ار اس، بس الاختلاف ان انا عندي المحطه بتاعتي المتمثله في البي اس اس بعمل ابجريد للسوفت وير، والهاردوير بعمله برضو ابجريد. وفي بقى عندي سبورت نود زياده اسمها اس جي اس ان وجي جي اس ان، وهنتكلم عن الاثنين دول لان دول اهم اثنين موديول عندي في الجي بي ار اس. يبقى ده التطور. يعني انا ممكن اقول لك ايه الزياده في شبكه الجي بي ار اس عن الجي اس ام نتورك، ايه الزياده في كده؟ فانت لازم بتتكلم على ان الزياده في جزء الراديو سب سيستم. ما احنا عندنا اتكلمنا عن الجي اس ام، قلنا ان في جزء راديو سب سيستم وفي جزء نتورك سب سيستم. في جزء الراديو سب سيستم اللي هو البي بي اس اس عملنا ابجريد للسوفت وير والهاردوير. في جزء النتورك سب سيستم عملنا زياده اللي هي قدمنا السبورت نودز اللي هم النودز الزياده. طبعا انت عارف النود بترمز لجهاز، يعني النود زي ما كنا بنقول في الشبكات نقول جهاز الكمبيوتر اسمه نود مش عارف ايه، فهو اسمه هنا بقى بيقول لك السبورت نود بتاعتنا اللي هم التو سبورت نود دول اللي هم اس جي اس ان وجي جي اس ان. تعال بص كده عشان نشوف الاركتكتشر بتاعتنا الجي اس ام اند جي بي ار اس نتورك اركتكتشر. هو ده الزياده بقى، ادي البي. انت عند حضرتك البي تي اس والبي اس سي، ضفنا عليها اللي هي البي سي يو اللي قلنا عليه ده، يبقى البي سي يو ده معانا في الجزء بتاع ان ايه الراديو سب سيستم. طيب متوصل على مين؟ على اللي هم السيرفنج الجي بي ار اس سبورت نود، والنوع الثاني اللي هو جي جي اس ان اسمه اللي هو الجيت واي جي بي ار اس سبورت نود. وعندنا في حاجه اسمها اكسترنال بي دي ان اللي هي باكيت داتا نتورك. يعني دول الحاجات اللي كده باللون الموف الغامق، دول الزيادات عن الجي اس ان. يعني دي الزياده اللي موجوده عن الشبكه بتاعتي بتاعت الجي اس ام، اللي هم الحاجات اللي موجوده باللون الموف اللي عندي ديت، هي ديت الحاجات الزياده عندي عن الجي اس ام. فالجيت واي عايزين نتكلم، يعني ايه جيت واي؟ من اسمها جيت واي جي بي ار اس سبورت نود. يعني ايه جيت واي؟ بوابه. بوابه يعني هي دي اللي بتسمع، بتزود لك في السكيورتي، يعني انك انت بتبقى عامل زي بوابه معينه. انت عارف طبعا الهدف لما كمعنى لما اقول لك بوابه، يعني ايه بوابه؟ بوابه يعني يا تعدي يا ما تعديش، فاهمني؟ فهي بتزيد سكيورتي ان انت لما بتروح مثلا، انت لما بتيجي تتوصل زي ما خدنا في جي اس ام، ان انا عايز اتوصل على بي ال ام ان. وقلنا يعني ايه بي ال ام ان؟ اللي هو الشركه او الايه الاوبريتور اللي احنا شغالين عليه. كله عارف يعني ايه البي ال ام ان ده، اللي هو ايه البابليك لاند موبايل نتورك، اللي هو ايه بيتمثل بيه يا جماعه؟ مين عارف؟ البي ال ام ان ده يعني عباره عن ايه يا جماعه؟ ها؟ الناس مذاكره ولا مش مذاكره؟ البارتيسيبانت عندنا تسعه اهو، مين يقول لنا البي ال ام ان اللي هو ايه؟ البابليك لاند موبايل نتورك اللي هو ايه؟ ها؟ محدش عارف؟ البي ال ام ان ده اللي هو ايه؟ في عبد الكريم اهو، محدش عارف يا شباب. طب نقول البي ال ام ان زي الشركه اللي انت تابع ليها، يعني الشركه اللي انا الاوبريتور اللي انت تابع ليه. يعني انا مثلا الخط بتاعي فودافون، يبقى انا تابع لشركه فودافون، يبقى دي هي البي ال ام ان، فيها الداتابيز بتاعت كل الايه العملاء بتوع فودافون. في بي ال ام ان تاني اللي هو مين؟ اتصالات. بي ال ام ان تالت اللي هو مين؟
وشركة وي، بي ال ام ان، يبقى كل واحدة اللي هي اتصالات وفودافون وبوبينيل ووي، كل واحدة من دول دي بتمثل بي ال ام ان. لأن في ناس فاكرة إن البي ال ام ان ده الداتا بيز على مستوى الدولة، لكن ليس هذا التعريف صحيح. دي على مستوى الإيه؟ الشبكة، الشركة اللي أنت إيه؟ اللي أنت متعاقد معاها، الخط اللي أنت متعاقد معاه. خدت بالك؟ فهي دي، فهي بتقول لك حتى بي ال ام ان اس حسب أنت. فأنا لما بيجي مثلا أنا عايز أتواصل مع شبكة تانية، يعني أنا بكلم، أنا فودافون بكلم اتصالات، يبقى حضرتك هتعدي على الجيت واي دي، البوابه دي نوع من انواع السكيورتي، انت داخل على شبكه تانية. ومن ضمن الشبكات التانية البي ال ام ان، في بقى برضو ضمن الشبكات التانية غير البي ال ام ان ايه؟ البي اس تي ان اللي هو التليفون الارضي. يعني حضرتك لما بتيجي تعمل برضو مكالمه موبايل بيكلم تليفون ارضي، يبقى انت رحت لشبكه تانية. خدت بالك؟ فكل ده بتعدي من خلاله على الايه؟ على الجيت واي. كان في جيت واي مماثل في الجي اس ام، بس هنا الجيت واي بقى ليه احتياطاته، ليه سيكيورتي اعلى، حمايه اعلى، بيراجع بقى الاي بي ادرس، وبيراجع الجهاز اللي انت هتروح له، مش عارف ايه، بيعمل مراجعات اكتر بكتير من ايه؟ من اللي كان موجود ايام الجي اس ايه؟ الجي اس ام. لذلك جيت واي بقى خاص بهذا الايه الشأن، يعني هو ده اهم من إيه؟ هما تو سبورت نود حاططهم، يعني دليل ان هو ايه؟ حاجه بيدعمها. فهنا بيقول لك زي الجيت واي بيعمل ايه بقى، ايه ايه الدعم ده او كذا، سكرين فاير وول، عارفين انتوا اللي زي فاير وول، حاجه بتعمل نوع من انواع السكيورتي زي ايه الفاير وول، اللي ايه اللي هو انك ايه ما تعديش الا الحاجه ايه الصحيحه، يعني تعمل لها مشكله لو عديت ايه حاجه مش مظبوطه. الراوتنج، الراوتنج اللي هو انك انت بتراوت على شبكه تانية، مسؤوليه الجيت واي دي. الادرس مابنج بتعمل انت طبعا في ادرس هنا بالنسبه للسورس، ادرس بالنسبه للديستنيشنز، ففي بيبقى مابنج موجود، انت طريقه التوجهات من السورس للديستنيشن. البيلينج طريقه مثلا الايه الدفع، مثلا انت مثلا عليك الرصيد بتاعك او منح وزاد. البروتوكول ترانسليشنز ترجمه البروتوكول ما بين الاجهزه وبعضها اثناء تنقل الداتا من السورس الى الديستنيشن. يعني دي مسؤوليه اللي هي الجزء بتاع الجيت واي جي بي ار اس سبورت نود، تمام. وهو شكله كده مدي لك شكل كده ليه، لو انت مثلا عملت زي زياره ميدانيه في مثلا واخدين سناب شوت لشكل هذا الجهاز اللي هو خاص بالجيت واي جي بي ار اس سبورت نود. طب السيرفيس بقى سبورت نود زي ما انت ايه شايفين اللي هو الجزء الثاني، ودوت الشكل بتاعه. هو طبعا هنا ده بيبقى خاص بحاجات مختلفة برضو في انواع السكيورتي، بس السكيورتي بقى من ناحية تانية السبورت، اللي هو السكيورتي زي ايه؟ الاوثنتيكيشن، المصداقية اللي بتتم على الجهاز بتاعك. وقلنا الاوثنتيكيشن دوت اللي هو عبارة عن ايه؟ ان انا بتأكد ان اليوزر دوت يعني هو اليوزر الفعلي او السبسكرايبر الفعلي اللي بيتم من خلاله مثلا مكالمه معينه. عن طريق الاوثنتيكيشن الشبكه بتعمل هذا الكلام، ليها الجوريزم معين عشان يقدر ان هو يعمل الاوثنتيكيشن ده. مثال على الاوثنتيكيشن زي ما قلنا لك المره اللي فاتت، انت لما حضرتك بتيجي تكلم خدمه العملاء بتقول لهم انا تابع مثلا يعني مثلا خط معين، بتيجي تقول لهم عايز تعمل خدمة معينة، فبيجي هو في الأول يعمل إيه؟ يقول لك عايز مثلا الرقم القومي بتاعك، رقم البطاقة، عايز الاسم الرباعي، عايز العنوان. ده أوثنتيكيشن، مصداقية، بس بتتم عن طريق مين؟ خدمة العملاء. إنما هنا بقى الأوثنتيكيشن بتتم عن طريق مين؟ الشبكة، بطرق، بطريقة بألجوريثم معين. المفروض الألجوريثم ده ليه خطوات، يعني هنبقى نقول لك عليها لما يجي وقتها. فمن خلالها بيتم الايه المصداقيه. وطبعا زي ما انت بتيجي مثلا ساعات الشبكه بتاعتك اللي هي بتاعت الواي فاي يجي يقول لك ايه المصداقيه، اعاده المصداقيه، او مش عارف يبقى عايز منك كلمه المرور او الكلمه او كلمه السر والحاجات دي كلها. فانت دي كلها مصداق، نوع من انواع المصداقيه، بس بتتم بايه؟ بطرق مختلفه. انما بالنسبه لشبكات الموبايل باكج ليها طرق وليها خطوات طويلة،
يعني ازاي ده بيتم. انت ممكن لو حد عايز يعمل سيرش على الالجوريثم اللي هو بيتم من خلاله الاوثنتيكيشن، بسيط جدا ان هو يعمل سيرش عليه على النت، يقول لك مثلا اوثنتيكيشنز اللي بيتم في شبكه الجي اس ام مثلا، خدت بالك؟ هتلاقيه ان هو شارح لك الايه الالجوريثمز، لان هو الجوريثم طويل شويه، ايه اللي هو A3 و A2 A5 وما نحو ذلك، الجوريثمات معينه وكلها كودينج، يعني عامل كود كانه بيتعرف على الايه السبسكرايبر او على الشبكه بتاعته. طيب الحاجه الثانيه اللي هي مثلا السايفرنج او اللي هي الانكريبشنز، انت اثناء نقل الداتا لما بتيجي بقى المكالمه بتتم، انت عايز ان الداتا دي محدش يقدر يبقى الداتا دي يعرف عنها اي حاجه. انا مثلا بتكلم في التليفون بكلم حد، المفروض ان بيتم حمايه او بروتكشن للداتا بتاعتي، بحيث ان مفيش حد خالص يسمع الداتا دي خلاص، او يعرفها او يعمل هاكينج عليا. فبيتم ده ازاي؟ بيتم عن طريق مين؟ اللي هي عن طريق الايه الاوثنتيكيشنز، اللي بيتعمل عن طريق الاس جي اس ام. طبعا الموبيليتي مانجمنت، التحكم في الموبيليتي برضو، اللي هي اثنائك انت طبعا الحركه بتاعتك بتبقى طبعا طول ما انت بتتحرك بتعمل من لينكينج مع المحطه، والمحطه بتبعت لك داتا، فمين اللي بيعمل مانجمنت؟ كل ده بيبقى خاص بمين؟ الاس جي اس ان. وده شكل مثلا للاس جي اس ان، صوره كده سناب شوت من المحطه. بعد كده في اللي هو اللي اتكلمنا عنه، اللي هو في حاجه اسمها الايه الباكيت كنترول يونت، اللي هي قلنا انها بتبقى موجوده في الراديو سب سيستم. زي ما انت شايف الباكيت كنترول يونت دي متوصله مع مين؟ مع البي تي اس ومع البي اس سي ومع جي اس ان، متوصله مع تلاقيها كان حاجه زياده كده محطوطه، جهاز زياده محطوط في المحطه مع البي تي اس ومع البي اس سي. يعني الاجهزه اللي موجوده عندي بالنسبه للبي تي اس او بالنسبه للبي ايه البي اس سي. فدي بتبقى بيقول لك هنا هي ديسايدد باي ذا سيرفيس بروفايدر اور باي ذا مانيفاكتور، اللي هي الجزء بتاع الفاينل بوزيشن بتاع البي سي يو. طبعا الباكت كنترول يونت ده بيبقى امبلمنتد سواء في البيز ترانسيفر ستيشن او بيز ستيشن كنترول او واحده من التو جي بي ار اس سبورت نود. يعني دي بتبقى الباكت كنترول يونت دي موجوده مع التلاته. طبعا الباكت كنترول يونت دي اهي الاساس الفانكشنز بتاعتها ايه؟ بتاكسس التشانل، التشانل اكسس كنترول فانكشنز. يعني انت دلوقتي لما بتيجي تعمل مثلا بتطلب شانل معينه، بتريكوست شانل، انت ما بتيجي عايز مثلا تعمل مكالمه تليفونيه انت بتعمل ايه؟ بتطلب شانل معينه. احنا قلنا ان الشانل عندنا عباره عن ايه؟ فريكوانسي وتايم سلوت. فمين اللي بيعمل؟ انت بتعمل ريكوست وبتعمل ايه؟ اساينمنت لهذا الكلام. يبقى هنا بتعمل ريكوست وبتعمل ايه؟ اساينمنت للشانل ريكوست اللي انت طالبها. يعني بتحدد لك ايه التشانل اللي انت هتستعملها اثناء المكالمه بتاعتك، دي خاصه بالبي سي يو فانكشن. طبعا هنا والراديو تشانل مانجمنت تاسك، طبعا هنا وبتعمل عمليه زي مانجمنت اداره في الراديو تشانل، يعني الجزء هي موجوده فين؟ في الراديو، في الجزء بتاع الراديو سب سيستم. فهي طبعا بتتحكم بقى في حاجات كتير قوي، منها مثلا الداتا ترافيك، منها البرودكاست كنترول انفورميشن، منها طبعا كله تحسين في الاداء. كل ده مانجمنت بيتم عن طريق الايه؟ البي سي يو فانكشن، اللي هو المفروض ان هو بيتحكم لك في الايه؟ في الراديو تشانل ايه تاسك. انت سيادتك من ضمن الحاجات مثلا، انت سيادتك وانت ماشي مثلا بالموبايل بتعمل مكالمه، المفروض مثلا سي ان الكواليتي بتاع المكالمه وحش، بمعنى ايه؟ الباور قليله، ما مكالمه بتبقى ضعيفه يعني الباور قليله. مين اللي يقول ان الباور دي قليله ويعمل مانجمنت للباور دي انها تعلى؟ عن طريق البي سي يو فانكشن. اي نعم الكلام ده كان موجود في الجي اس ام، بس كده بطريقه تحكم احسن في الاداء، يعني احسن في الاداء، بالاضافه للداتا ترافيك سرعات مختلفه. يعني مثلا انت وانت ماشي انت محتاج سرعه قد ايه لنقل الداتا في المنطقه دي،
ممكن وانت قريب من المحطة تبقى محتاج الداتا ريت تبقى قليلة، بعيد عن المحطة محتاج الداتا ريت تبقى ايه عالية. مين اللي بيتحكم في العملية دي؟ ان هو يقلل يعلي يمانجمنت الكلام ده كله عن طريق البي سي يو فانكشنز. لان كل ده طول ما انت بتتكلم في حاجات عايز ايه تحكمات على السيجنال بتبقى موجودة، زي ما بنقول باور عايزها تعلى، داتا ريت عايزها تعلى في منطقة عن تانية. ما احنا قلنا ان الداتا ريت بتاعتنا السرعات هنا مش ثابتة، انت قريب يعني وانت قريب مثلا سرعة مثلا تكون مثلا عالية، فيبقى مش محتاج انك ايه تزود في السرعة، وبعيد شوية الداتا ريت قليلة فتضطر انك انت تزود الداتا ريت السرعة عشان الايه العملية تتم. فيبقى في مانجمنت بتتم على عن طريق حاجة معينة اللي هي البي سي يو، فدي بتحسن في الأداء، بتحسن في الايه في الايه البرفورمانس في الأداء بتاع الشبكة بتاعتك. بكل ده تحسين اكتر من المتحكمات اللي كانت موجودة فين في جي اس ايه الجي اس ايه. طبعا هنا هو يعني رسمة كده بيقول لك ان الجي بي ار اس هو مستخدم الجي اس ام ومستخدم الجي بي ار اس الزيادات اللي فيها اللي هم الزيادة مع البي اس سي كله. يبقى فاكر ان احنا كان عندنا بي اس سي متوصله بالام اس سي والام اس سي متوصله على الاتش ال ار، الكلام ده كله اللي كانت ذكر قبل كده في الجي اس ام. البي اس سي دي اللي هي كانت ايه الجزء بتاع الراديو سب سيستم. يعني ايه برضه ممكن واحد يبقى متلخبط، يعني ايه جزء راديو سب سيستم وكل شويه نقول الجزء الثاني اللي هو النتورك سب سيستم اللي متمثل في الام اس سي والملحقات بتاعته. ايه ده معناه ايه؟ الراديو تحكم في الكنترولز بتاعتي، تحكم في فزي ما احنا شايفين زي ما بنقول ان انا ايه الراديو سب سيستم وايه النتورك سب سيستم. الراديو سب سيستم هو خاص بنقل الاشارات ما بين المحطه وما بين الموبايل يعني او ما بين السبسكرايبر يعني. فالسيجنال اللي بتتبعت بقى ما بينهم الابلينك والداونلينك اللي بيتم ما بين اليوزر والمحطه ده بيتمثل كل ده في الراديو سب سيستم اللي هو فيه البي اس سي المحطه. انما النتورك سب سيستم خاص بنقل بقى الاشاره عشان تروح لليوزر التاني. انت دلوقتي بتحتاج، هل انت بتحتاج تروح لشبكه تانيه ولا بتبقى في نفس الشبكه؟ لو انت في نفس الشبكه يبقى هتبقى في اطار الام اس سي، مش هتدخل على الايه على البي ال ام ان او البي اس تي ان. البي اس تي ان ده عشان تروح له محتاج انك انت هتعدي على حاجه توصلك لشبكه اخرى. انما لو انت في نفس الشبكه يبقى انت شغال مع مين؟ مع ام اس سي. وطبعا زي ما احنا عرفنا ان الام اس سي دي بيبقى فيه مثلا في ال ار، زي ما قلنا كل ام اس سي ملازم معاها الفيزيتور لوكيشن ريجستر والهوم لوكيشن ريجستر. احنا عارفين ان هو الفرق ما بين الاتش ال ار والفي ال ار. الاتش ال ار ده السنترلايز داتابيس بتاع كل السبسكرايب، انما الفي ال ار وطبعا الاتش ال ار ده بيعتبر دائم، رقم دائم زي قلنا مثال الرقم القومي. طب الفي ال ار ده الفيزيتور اللي هو المفروض ان هو بيبقى سنترلايز داتابيس لمجموعه من السبسكرايبر تابعين لام اس سي معينه. فحضرتك زيك الاي دي بتاعك بتاع الجامعه ده الفي ال ار. فحضرتك مثلا لو انت هتنتقل من ام اس سي لام اس سي تاني المفروض اللي هيتغير الفي ال ار بتاعتك لانك فيزيتور لمنطقه ام اس سي اخرى. ازاي؟ انت لما تروح للمكان التاني هيعرف الداتا بتاعتك من الاتش ال ار، فهيكوبي الداتا دي عنده في الفي ال ار، فيبقى كده خد في ال ار يديله في ال ار جديده فين؟ في الام اس سي اللي تابع ليه. ولذلك ده طبعا بيتم بالجوريزمز معين بحيث ان هو يعمل الكلام اللي احنا لسه قايلين عليه ده دلوقتي. طبعا هنا طول ما انا داخل الام اس سي يبقى انا داخل نفس الايه الشبكه، يعني انا بروح من ام اس سي لام اس سي لام اس سي لام اس سي، انا في اطار نفس شبكتي. يعني انا مثلا فودافون بتخاطب فودافون بس في محافظه ثانيه، يبقى انا داخل نفس الشبكه. لكن فودافون لو بتكلم شبكة أخرى زي اتصالات وحتى لو في نفس المحافظة يضطر يروح لبي ال ام ان جديد، فيضطر ايه يحصل راوتنج عن طريق طبعا الام اس سي هي اللي بتوجهه لهذا الراوتنج. كان الراوتنج ده عن طريق في جيت واي خاص بالجي اس ام، انما هنا الجيت واي الخاص بالجي اس ام هما الجيت واي اللي هو احنا قلنا عليه جيت واي جي بي ار اس سبورت نود. فهو دوت
اللي هو قلنا بيستمتع ببرفورمانس اعلى من الجيت واي اللي كان موجود فين؟ في جي اس ام. وطبعا السيرفيس جيت واي سبورت نود اللي هو التاني دوت بيبقى برضو عنده بعض مزايا في السكيورتي ومزايا في الموبايل موبيليتي مانجمنت اعلى من الشبكه بتاعت الجي اس ام. يعني هو مجرد عمليه ابديتنج، يعني عامل ابديت للبرفورمانس اللي كان موجود في الجي اس ام، كل ده محاوله لايه؟ تزويد ايه السرعه وتزويد عدد الايه اليوزرز، لان دي من ضمن المشاكل اللي كانت موجوده في الجي اس ام. خلاص كده. طيب هو بيوضح لك النيو فين بقى، اهو بيعلم لك على الحاجات الجديده عندك اهو، النيو اللي هي السيرفيس طبعا جيت واي سبورت نود والجيت واي جي بي ار اس سبورت نود، كل الحاجات دي نيو، واللينك ما بينهم خلي بالك بقى الايه السبورت دي لينكينج مع البي اس سي، لينك مع الراديو سب سيستم، ولينك مع الايه النتورك سب سيستم. يبقى كل دي حاجات ايه وتطورات جديده ما كانتش موجوده ايه قبل كده. طب الموبايل، محطات الموبايل كان في بقى قسمه لمجموعه من الكلاسز، كلاس اسمها كلاس A وكلاس B وكلاس C. انا دلوقتي يعني عايز هستخدم، يعني هنا بقى الاستخدام، هم الجي اس ام ملازمه لينا في الموضوع، فهل انا هستخدم جي اس ام مع الجي بي ار اس، او انا استخدم الجي اس ام لوحدها والجي بي ار اس لوحدها، او استخدم مزايا مثلا الخدمات بتاعت الجي بي ار اس بس لوحدها. فكل دي ادتني ان انا عندي كذا كلاسز من الايه الموبايل ستيشن. احنا قلنا ان الموبايل ستيشن دوت اللي هو عباره عن ايه يا جماعه؟ عده الموبايل والسيم كارد. فهل هنا الموبايل ستيشن زي اللي كان موجود في جي اس ام؟ لا، هنا البرفورمانس اختلف، في اداء تاني، في تعامل مع المحطه بشكل جديد. فقسم لي بقى، قال لك ان الموبايل بتاعك لازم عشان يستمتع بالخاصيه بتاعت الجي بي ار اس لازم يبقى تابع لاي كلاس من دول. زي دلوقتي لما بيجي يقول لك ان في بعض الموبايلات اللي بتدعم خاصيه الايه ال 5G، وفي موبايلات لا، يعني مش في دلوقتي موبايلات فيها انك تقدر تسبورت مع ال 5G، مع ان 5G لسه ما دخلتش مصر بس في اعتبار ما يكون، يعني زي الموبايلات بتاعت اوبو اللي هم منزله كتير، اوبو رينو اوبو اللي هي عامله انك انت تقدر انك انت تستخدم شبكه ال 5G، رغم ان شبكه ال 5G دي مش موجوده في مصر. لكن في سامسونج مثلا كتير من الموبايلات فيها اللي ما دعمتش هذه الخاصيه. فنفس الحكايه، انا عشان استفيد بالجي بي ار اس لازم ابقى تابع لك اي كلاس من دول، يا كلاس A يا كلاس B يا كلاس C، الموبايلات بتاعتي عشان تسبورت او تدعم فيها هذه الخاصيه. فهو بيشرح لك مثلا الثري كلاسز، يعني هو بادئ من كلاس C، هو قال لك او هو شرح الثري كلاسز هنا، قال لك ان كلاس C اللي هو بي ايبل تو يوز بتستخدم فيه الجي اس ام از ويل از الجي بي ار اس سيرفيسز، خدمات الجي اس ام وخدمات السيرفيس نوت يوز از اي خدمه مش مستخدمه بيعملها دي اكتيفيتد. يعني ايه دي اكتيفيتد؟ ان هو مش بينشطها. طبعا سيلكشن، يعني هنا انا دلوقتي ممكن استخدم دي او ممكن استخدم دي، يعني ممكن استخدم الجي بي ار اس او ممكن ان انا استخدم مين؟ الجي اس ام. الخدمه اللي انا مش عايزها اقدر ان انا اعملها دي اكتيفيت، يعني بختار الخدمه اصدار مانيوالي، اور ممكن ان انت بتعملها مانيوالي بايدك ان هي عن طريق اليوزر، او ممكن ان هي تسيت باي ديفولت، ممكن ان انت تعملها في السيتنج بتاعك في الاعدادات بتاعتك انك انت تشتغل على يا جي اس ام يا جي بي ار اس. يبقى كان في نوعيه دي اسمها كلاس سي، يبقى يقدر يستخدم الخدمات بتاعت جي اس ام او يقدر يستخدم الخدمات بتاعت مين؟ الجي بي ار اس. لا، لو عايز جي اس ام لوحدها يبقى يلغي جي بي ار اس خدمات جي بي، عايز الجي بي ار اس يلغي خدمات مين؟ الايه جي اس ام، ده اللي هو كلاس سي. لكن الكلاس بي بوث ذا سبورت بوث ذا مونيتور اند اكتيفيشن فانكشناليتي، اللي هي عمليه مونيتورنج العرض والاكتيفيشن التنشيط، يبقى هي سيمالتينيوسلي سند اند طبعا سيمالتينيوسلي انك بتبعت وتستقبل في نفس الوقت، لا مش موجوده. الارايفنج سيرفيسز ويل بي اكتف، هي كلاس ايه بقى اللي بتدعم الاثنين مع بعض، الجي اس ام والجي بي ار اس مع بعض، يبقى هما الاثنين شغالين في نفس الجهاز، دي كانت الكلاس ايه
الكلاس ايه. لكن كلاس بي او سي بتدعم واحده من الاثنين بس، ما ينفعش انك تشغل الاثنين مع بعض. انما كانت الكلاس ايه هي اللي بتخلي الجي اس ام والجي بي ار اس هما الاثنين ايه سيملتينيوسلي شغالين مع بعض. طيب ايه بقى الادفانتجز بتاعت الجي بي ار اس؟ هي فاستر داتا ترانسفير ريت، السرعه عاليه جدا، دائما اولويز اون كونكشنز، الكونكشنز الاتصال دائم، ما بيبقاش حاصل انقطاع في الاتصال. السكيورتي طبعا السكيورتي اعلى بكتير جدا، الامان اعلى من الامان اللي موجود في الجي اس ام، شبكه الجي اس ام. برود ابلكيشن سبورت، طبعا برودكاستنج يعني في تطبيقات لعمليه الايه، تطبيقات مختلفه موجوده زي الابلكيشنز اللي موجوده دلوقتي، بتدعم البرود ابلكيشنز اللي هي بتعمل عمليه برودكاستنج، يعني تقدر انك انت تبعت لاكثر من واحد. نيجي بقى بعد كده للانطلاق للايدج اللي هي انهانسد داتا ريت 4 جي اس ام، اللي بعد بقى الجي بار اس ظهر حاجه قبل ال 3 جي اسمها ايه بقى يا جماعه؟ انهانسد داتا ريت 4 جي اس ام ايفولوشن. دي علت الداتا ريت بتاعتك ل 384 كيلو بتس بير سكند. احنا قلنا اللي فاتت حوالي 171 كيلو بيتس، لا دي بص بقى علت في الداتا ريت. الموديليشنز تكنيك المستخدمه هي 8 بي اس كي. احنا قلنا ان انا في موديليشن تكنيكس، احنا قلنا الموديليشن تكنيك اللي شغاله في جي اس ام اللي هي مين يا جماعه؟ اسمها ايه؟ مين فاكر؟ الموديليشن تكنيكس اللي مستخدمه في الجي اس ام اسمها ايه؟ اتش دي اي اوفر الاف دي ام اي. لا ده الاكسس تكنيك، ده الاكسس تكنيك مش المودريشن تكنيك. انا بتكلم على المودريشن تكنيك، يعني تي دي ام اي اوفر اف دي ام اي ده الاكسس تكنيك. واخد معايا يا يحيى؟ ده الاكسس تكنيك، انا مش بسال على الاكسس تكنيك، انا بسال على المودريشن تكنيك. ها؟ فريكونسي مودريشن. لا كان ليه اسم، كان نوع خاص من الفريكونسي، مش اسمه فريكونسي موديليشن يا يحيى. فريكونسي موديليشن ده كده انالوج، فريكونسي موديليشن انت كده انالوج، والموبايل باكج شغال على ديجيتال مش انالوج. اف ام لما تقول فريكونسي موديليشن يبقى انت بتتكلم على انالوج ليس ديجيتال. ها ايه مينيمم شيفت كينج؟ ايوه اسمها ايه بقى؟ مينيمم شيفت كينج ام اس كي بس ولا ايه؟ جاوسيان مينيمم جي ام اس كي. يا جماعه الامتحانات على اقتربت، الميد تيرم مقترب، من اسهل الاسئله يعني بنسال دايما ايه الاكسس تكنيك وايه الموديليشن تكنيك المستخدم، خدت بالك؟ لان في 3 جي لما نتكلم عنها الاكسس تكنيك هيختلف، هنتكلم على اكسس تكنيك تاني اسمه سي دي ام اي كود ديفيجن مالتيبل اكسس، يعني هتكلم على تكنيك مختلف اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ الكود ديفيجن مالتيبل اكسس. احنا دلوقتي متكلمين على مين؟ على سهل كود ديفيجن مالتيبل اكسس، يعني ليه بقى شويه حاجات هنقولها المفروض انك انت ايه تفهم بكره مثلا محاضره بكره اللي هي المحاضره اللي جايه، هنتكلم على السي دي ام اي نشرحها بالتفصيل الممل، لان السي دي ام اي دي هي التكنيك المستخدمه في 3 جي، فلازم كل تكنيك نبقى فاهمينه. طب ايه الهدف ان انا شغال شيفت كينج يعني ديجيتال؟ هو ده اللي بيحول لي الديجيتال لانالوج عشان يمشي في التشانل، صح؟ ما احنا قلنا التشانل بتحتاج انالوج سيجنال، فانا ما اقدرش ان انا الديجيتال سيجنال تمشي في الانالوج. ليه قلنا؟ لان الديجيتال سيجنال مالها الباند بتاعها انليمتد، والتشانل ده عباره عن فلتر بينقي باند معينه، فهو لما يجي ينقي باند هينقي باند انفينيتي انليمتد، فلازم نحولها له لمين؟ لانالوج سيجنال، فعن طريق الشيفت كي. فكل بقى بروسيجر او كل زي جنريشنز ليه تكنيك او ليه موديليشنز تكنيك خاص بيه. فهنا بقى الموديليشنز تكنيك 8 بي اس كي يعني 3 بيشتغل على 3 بيتس، وطبعا التشانل كودنج اللي هو بيعمل الايرور ديتكشن او كوركشن. بيقول لك بقى الايدج ده اخر مرحله قبل اليو ام تي اس اللي هو خاص بال 3 جي، او اخر مرحله قبل ما نتحدث عن ال 3 جي. طبعا هو بيبيلت اون، يعني المفروض ان هو منشوء على الجي اس ام جي بي ار اس سيستم، يعني هو المفروض ان هو اكزيست على الجي اس ام والجي بي ار اس ايه
طبعا الامباكت، التأثير، امباكت يعني التأثير او الافكت بتاع الاي جي على الاكزيستنج جي اس ام جي بي ار اس سيستم. يعني هو بياخد السيستم بتاع شبكة جي اس ام وجي بي ار اس، برضه بقى بيعمل ايه؟ هاردوير ابجريد، ابجريدنج يعني كل بقى العملية كلها على الهاردوير، بس ما زال الاكسس تكنيك از ات از، خدت بالك؟ لكن بداية ان هو يستخدم ال 3 جي هيغير الاكسس تكنيك، اللي هو هيستخدم السي دي ام اي، كود ديفيجن، كود ديفيجن مالتيبل اكسس، من اسمه كود، مش هيستخدم بقى تي دي ام اي اوفر اف دي ام اي. بعد كده هنتكلم بقى على تكنيك جديد، ده لما نتكلم على ال 3 جي، على قصدي هنتكلم على موديليشن، اللي هو نوع اكسس تكنيك مختلف عن الاكسس تكنيك اللي موجود عندي في الجي اس ام. هنا في هاردوير ابجريد، في سوفت وير ابجريد، يعني في تحسين في السوفت وير بتاعي بتاع البي تي اس والبي اس سي، مفيش تغير في النتورك او الكور نتورك، يعني مفيش تغير فيها، بس في نيو تيرمينالز، بنستخدم شويه اجهزه زياده. التيرمينال اللي هي بتبروفايد ايه؟ الموديليشنز تكنيك اللي هو الفيس شيفت كينج، 8 فيس شيفت كينج سواء في الابلينك او في الداون لينك. وتاني 8 فيس شيفت كينج معناها ايه؟ معاها عندي 3 بيتس طبعا بيعملوا لي 8 احتمالات، يعني عندي 8، فعشان كده جت 8 بي اس كي، يعني من 3 اصفار ل 3 وحايد، كل واحده فيهم ليها فيز مختلف عن التاني، عشان كده قال لك فيز شيفت كينج. شغال على ديجيتال، لما بقول شيفت كينج يبقى انا بتكلم على ديجيتال، مش بتكلم على انالوج، يعني انا كلامي كله على ايه يا جماعه؟ على الديجيتال وليس على الانالوج. وطبعا هنا 8 بي اس كي، يبقى انا شغال على 3 بيتس فقط، ماشي؟ طبعا هنا فيز شيفت كينج، يبقى كل فيز مختلف عن التاني سواء في الاب لينك او في الداون لينك. طبعا هنا بقى بيقول لي بقى الايج اهو بيرسم، هي نفس الشبكه بتاعتي اهي، هي اكتشاف اختلاف الكور نتورك، مفيش اي اختلافات فيها، لكن هو ابجريدنج في مين؟ زي ما قلنا في السوفت وير، في شويه تيرمينالز، في شويه اجهزه ضافوها زياده عشان يحسنوا، ومن ضمنها ان هم يخلوا الموديليشنز تكنيكس اللي هو 8 بي اس كي. طيب الايج بينيفيتس، طبعا المزايا الكاباسيتي اند البرفورمانس، كاباسيتي يعني عدد يوزر زياده، الاداء بيبقى طبعا عشان يحسن في ده، سهوله الامبلمنتيشن، سهوله الديزاين، الكوست بتاعه افكتيف، يعني خلي بالك اي ديزاين او اي منتج انت بتقدمه لازم ما يبقاش التكلفه بتاعته ايه؟ عاليه، ما ممكن يكون مثلا منتج حقق خاصيه جميله جدا بس التكلفه بتاعته رهيبه، فتلاقي واحد يقول لك لا بقى ماشي، انا اي نعم يعني محتاج الجزئيه دي يعني، بس ممكن استغنى عنها، لما تلاقي الناس الطبقات المتوسطه طيب يقول لك لا ما اشتريش بقى المنتج بالتكلفه العاليه دي، وتلاقي اقتصرت على فئات معينه انها تشتري هذا المنتج. فلازم انك تاخد بالك في عمليه الكوست، والكوست ده بيعتمد على ايه؟ على الامبلمنتيشن، على الديزاين، الكومبوننت اللي انت مستخدمها. فكل ما انت بتيجي تزود في الديزاين، كل ما تيجي انك انت الكومبوننتس بتاعتك تبقى مور كومبلكس، ممكن بيدخلك في كوست زياده، فكوست زياده معناها انك انت ما تقدرش انك انت تشتري هذا المنتج، فيبقى ممكن ان دوت يتسبب ان المنتج ده اساسا رغم ان هو كويس ان ما حدش يشتري، فبتزود طبعا، هو بينكريز الكاباسيتي. وتريبل زي داتا ريت، طبعا تريبل ليه زي داتا ريت؟ لانه استخدم تكنيك اللي هو 8 بي اس كي، فبيخلي الداتا ريت تقريبا بقت 3 مرات. طبعا هنا خدمات نيو مالتي ميديا، خدمات المالتي ميديا المختلفه بتتقدم. اللونج تيرم بينيفيت بقى ده الشورت تيرم، يعني على المدى القصير، انما الايجي كمدى بعيد بيبدا ان هو يدخل على الوايد كود ديفيجن مالتيبل اكسس، اللي هي المالتيبل اكسس تكنيكس المستخدمه في ال 3 جي، يعني هيبدا بقى ان هي ده لونج تيرم بينيفيت، البينيفيت على المدى البعيد. وفعلا كان على المدى البعيد ان هم عملوا ايه؟ التكنيكس اللي هو الكود ديفيجن مالتيبل اكسس، بس بيضيفوا عليه دبليو، لانه هيبقى هنفهم معنى كلمه دبليو وايد ليه؟
ده لما نيجي نبدأ نشرح الجزء بتاع الايه الكود ديفيجن مالتيبل اكسس تكنيك. طبعا هنا بقى كاتب لك التطورات المختلفة عشان اختصارا قبل ما يوصل للفور جي، اللي هي بداية من الهاي سبيد سيركت سويتش داتا انطلاقا. طبعا هو بداية خالص الجي اس ام، فالداتا ريت بتاعتنا اللي هي 9.6 كيلو بيتس بير سكند في الوان تايم سلوت. بدأت بعد كده تزيد البيت ريت بتاعتي اللي هي هاي سبيد سيركت سويتش الداتا. هي طبعا احنا شغالين سيركت سويتش يعني في ديديكيتد، فبيقول لك ديديكيتد لحد حوالي 4 تايم سلوت فور داتا كونكشن، بتوصل لل 4 تايم سلوت حوالي 50 كيلو بيتس بير سكند. طبعا هي كويسه للريال تايم ابلكيشنز. طبعا هنا في عندي برضو الانهانسد داتا ريت اللي قبليه اللي هو الجي بي ار اس، طبعا اللي هو الجي بي ار اس هنا الداتا ريت بتوصل ل 171 كيلو بيتس بير سكند. التايم سلوتس في عندي 8 تايم سلوت، بيستخدم الباكت سويتش فدي انطلاقه. الكونكشن بيز مور افيشنت، طبعا هنا بيبدا ان هو يعيد استخدام بقى الوايد كود ديفيجن مالتيبل اكسس اللي هو خاص بال 3 جي. اللي على السرعه قوي بقى الانهانسد داتا ريت او الايدج اللي هو الانهانسد داتا ريت فور جلوبال ايفولوشن، اللي هو في عندي ده بيعتبر 8 فيس شيفت كينج، حسن في الداتا ريت تقريبا 3 اضعاف. طبعا هنا كان فول باك تو جي ام اس كي، طبعا هنا فور جريتر ديستانس ممكن ان هو يستخدم الجي ام اس كي لو السيستم يعني الديستانس مثلا كبيره قوي بيستخدم الجي ام اس كي، للشورت ديستانس بيستخدم ال 8 بي اس كي. طبعا هنا كان also كومباين، ممكن انه كومبايند الانهانسد الايدج مثلا ان هو بيبقى جزء منه شغال جي بي ار اس مع الايدج، او ممكن يكومباين مع الهاي سبيد سيركت سويتش الداتا ياخد المزايا، يعني ياخد جزء من الهاي سبيد سيركت سويتش ده في الايه في الشغل بتاعه بتاع الانهانسد داتا ريت فور جلوبال. زي ما احنا قلنا في الجي بي ار اس هو مش شغال جي بي ار اس بس، ما هو شغال جي بي ار اس مع جي اس ام، نفس الشيء الايدج ممكن يشتغل جي بي ار اس مع الانهانسد داتا ريت فور جلوبال ايفولوشن. كله بقى يروح منصب كله على مين؟ ان هم كلهم محاولات ان هم يوصلوا لل 3 جي، ان هو يبقى وايد كود ديفيجن مالتيبل اكسس تكنيك، يبقى ان هو يصل يعني الجي بي ار اس والايدج كل دول. يعني هنا جي اس ام وصل، طبعا هنا ادي عندنا وصل الجي اس سي اس دي، بعد كده الجي بي ار اس، بعد كده الايدج. الايدج والجي بي ار اس مع بعض سويا حاولوا ان هم بقى يوصلوا للمالتيبل اكسس تكنيك الجديد اللي هو الوايد كود ديفيجن مالتيبل اكسس، اللي هو دوت يعتبر الحاجه الاساسيه او الطفره اللي موجوده الحاجه الجديده في 3 جي. يعني كل ده عشان نصل الى اللي هو الكود ديفيجن مالتيبل اكسس تكنيك. المفروض ان احنا في المحاضره بتاعتنا بتاعت 3 جي بدايه كلامنا هيكون عن شرح الجزئيه بتاعت الوايد كود ديفيجن مالتيبل اكسس تكنيك. وهي الوايد كود ديفيجن مالتيبل اكسس تكنيك دي بتكون زي المسمى، زي ما انت فهمت الاف دي ام اي والتي دي ام اي، ان الاف دي ام اي عباره عن ايه؟ انك بتخصص فريكوانسي، يعني انك مقسم الصب الباند بتاعك لمجموعه من الصب باند، كل صب باند منهم متخصصه ليوزر معين، صح كده؟ يعني اليوزر واخد له باند معين، ده اسمه اف دي ام اي، انك اكسس فريكوانسي معين. طيب التايم ديفيجن مالتيبل اكسس معناها ايه؟ انك مخصص لليوزر تايم سلوت معينه. فاحنا لما كنا بنقول تي دي ام اي اوفر اف دي ام اي معناها ايه؟ انه متخصص له تايم سلوت معينه داخل باند معينه، يعني الاثنين، عشان كده كنا بنقول الاثنين. طيب يبقى اكيد معنى الكود ديفيجن مالتيبل اكسس معناها ايه بقى؟ معناها ايه كده؟ معناها ان انا مخصص لليوزر ايه؟ كود معين. اليوزر انا مخصص له كود معين، يعني كل يوزر انا مخصص له ايه؟ انا مخصص لليوزر ايه؟ كود معين. معايا كده؟
ايوه في واحد كاتب لي بنفصل ما بين اليوزر بالكود، حد بعت على الشات. ايوه بالظبط، ان كل يوزر ليه كود معين. طب تفتكروا ان لما كل يوزر ليه كود معين، ما هي دي الفكره الرئيسيه اللي احنا هنتكلم عنها لما نتكلم على الثري جي. ايه ميزه الميزه الرئيسيه ان كل يوزر ليه كود معين؟ ان انا هستخدم نفس التردد. هي دي الميزه، يعني دي ميزه. انا عايز بقول لك نفس التردد. انا ايه الميزه ان كل يوزر ليه كود؟ انت ليه كود، انا ليا كود، غيرك ليه كود، ايه ميزتها؟ هل الانترفيرنس هستخدم نفس الترددات؟ لا لا، ده في ميزه جامده جدا 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 عن الكلام اللي انت بتقوله ده خالص. ايه يعني؟ ما انا هستخدم نفس التردد ويوزر واخد كود غير التاني. دي ميزه. دي فين الميزه في الموضوع؟ الميزه السكيورتي في الاكسس تكنيك نفسه. يعني الاكسس تكنيك نفسه في حمايه ان كل يوزر ليه كود. ده انا الحمايه دي خطيره بالنسبه لي. يعني انا موضوع الحمايه، اذا كان انا كنت بعمل تكنيك معين غير ان انا هستخدم سكيورتي، لكن الاكسس تكنيك لوحده سكيورتي، صح؟ ليه؟ لان كل يوزر ليه كود، فبقى ما حد هيعرف الكود بتاعك. لا، ففي حد ذاته يعني ان الاكسس تكنيك المستخدم محقق سيكيورتي عاليه. فده واضح جدا ان هذا ال 3 جي اللي هنتكلم عنه واضح ان السيكيورتي بتاعته عاليه جدا، بدليل ان الاكسس تكنيك لوحده عالي، ان هو مستخدم كود مش مستخدم. لكن التي دي ام هو في دي ام ايه مش اكواد، فبالتالي ايه الداتا فيها صعوبه في حمايتها، فهو بيضطر بقى يعمل بقى سايفرنج، وبيضطر يعمل بقى وكل الحاجات اللي احنا بنسمعها علشان بروتكشن للداتا. لكن هنا هيعمل برضه، بس ايه هو ضامن ان العمليه ايه، ان صعب ان حد يعمل هاك على الداتا بتاعته من الاول يعني. فهي اهم حاجه في ال 3 جي برضه، غير بقى المزايا الجامده الثانيه اللي هو ايه السكيورتي. فاحنا المفروض هنتكلم على هذه الجزئيه، يعني مش عايز ابدا فيها. هو كده احنا كده خلصنا الجزء بتاع اللي هو هنا بقى التطورات المختلفه، ادي الجي اس ام، اتش اس سي دي ده الماكسيمم داتا ريت، اتش اس سي اس دي، والجي بي ار اس، والايدج. يوصل بقى اللي هو بدايه بقى ال 3 جي، اللي بص كام بيتس بير سكند، 2 ميجا بيتس بير سكند. يعني ده بص بقى ده هي شغل الداتا ريت. حتى هتلاقي في ال تي اي بقى يبدا يقل بقى، يعني لما يوصل ال 4 جي هتلاقيه ان هو الداتا ريت بتاعته هتبدا تتخنق بقى، ان هو ماشي بقى يعني بالسيريال ترانسميشنز. هيبدا فكره ال 4 جي بحاجه اسمها البارلل ترانسميشن، لانه هيوصل لمرحله في ال 3 جي انه مش قادر يزود الداتا ريت غير لما يغير نوع نقل الداتا. فده اللي كان ايه الكلام اللي هيتقال في ال 4 جي. لكن اللي احنا واخدين بالنا منه ان انا كان عندي فليكسابيليتي اهو في الحركه، بس وصلت اخر ال 384 كيلو بيتس بير سكند. شوف بقى لما يوصل 2 ميجا بيتس بير سكند هيبدا بقى في 3 جي هيحصل خنق شويه في الداتا ريت، ان الداتا ريت مش راضيه تعلى عن كده. يعني العلو مش بصوره، يعني في جي اس ام انت قعدت تعلى جامد لحد ما اقتربت من 2 ميجا بيتس بير سكند، خدت بالك؟ هتبدا بقى هتلاقي نفسك ملتزم بحاجات معينه مش قادره تعدي لك الداتا ريت قوي عن هذا القبيل، او مش بتوصلك لحاجه. ده اللي هيخليك ايه بتوصل لل4 جي. وخلي بالك انت لما بتزود داتا ريت ما يبقاش على حساب كباستي، ما يبقاش على حساب عدد يوزر، خدت بالك؟ عشان بس نبقى عارفين الفيزز او الجنريشنز المختلفه كان الهدف منها ايه. هي فكره زياده سرعه وزياده عدد يوزر يستفيدوا من الشبكه، اللي هم الشبكه بتاعت الايه الموبايل بتاعتك. ماشي يا جماعة؟ طيب يبقى كده يبقى كده هي خلصت الجزئية المهمة اللي أنا عايز أقولها في هذا الموضوع.
في اي اسئله يا جماعه؟